من امبارح للنهارده كلنا زعلانين، كلنا مبسوطين جدا 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 بالمستوى الذي ظهر به النادي الاهلي والشكل اللي ظهر به النادي الاهلي في هذه المباراه اللي كانت صعبه جدا، مباراه الاهلي وسان داونز. اصعب مباراه من وجهه نظري، اصعب مباراه اتلعبت في المباريات الاربعه او كل المباريات اللي اتلعبت في دور الثمانيه. اصعب مباراه بسبب ان انت النادي الاهلي اقوى فريق من وجهه نظري ايضا، بيلاعب واحد من اقوى الفرق اللي موجوده في الثمان فرق اللي متواجدين اللي كانوا متواجدين في دور الثمانيه. فالحقيقه لما تيجي تتفرج على المباراه تقول خساره ان الفريق سان داونز ده لم يصعد، يعني كان حظه ان هو كان ممكن يقابل فريق تاني علشان يصعد الى الدور قبل النهائي، ولكن قابل البطل، قابل النادي الاهلي. الحقيقه اللي فايلر قدر يشتغل بشكل كويس على هذه المباراه علشان يقدر يكسب المباراه، مش عشان شيء تاني. انت امبارح اخر ربع ساعه او اخر تلت ساعه كان من الممكن جدا ان النادي الاهلي يفوز بهدف واثنين وثلاثه في هذه المباراه، ولكن الحمد لله 1-1 نتيجه عادله. النادي الاهلي بهذه النتيجه استطاع ان يصل الى الدور قبل النهائي وسيلاقي الوداد الرياضي المغربي ان شاء الله في الدور قبل النهائي.